لغايه عندما تحدث يعني هذا العالم بيتر، فهو ذكر تعريفا له من ذلك العهد البعيد اللي هو بالنسبه لكتابه، وقال ان العاملين في مجال المعرفه بمستوى عال مطبقين المعرفه النظريه والتحليليه. اذا هناك استفاده تماما، اذا هم ليس قضيه اداره تصفيف يعني فايلات وغيرها، لكن هو هناك طريقه في التحليل لهذه المعارف من اجل تطوير المنتجات والخدمات في المؤسسه. اذا اداره المعرفه هي ليست اداره فقط يعني تعمل أعمال روتينية محددة، إنما هناك أعمال أخرى تتعاون بها مع إدارات أخرى من أجل الوصول إلى هذا الهدف، وهو تطوير المنتجات والخدمات من خلال بلا شك النظر للمعرفة من الجوانب النظرية والتحليلية. أكون شارك الشريحة اللي بعدها أستاذ. هنا جعلنا نتكلم عن التبلور، وهناك في بداية التسعينات بدأ هناك الكلام والحديث عن إدارة المعلومات أو إدارة المعرفة، وهيك أحد العلماء وصورته في الفوق هو يستلم يعني جائزة يعني عالمية لعمله يعني المغني في مجال المعرفة، وكان له مؤلفات كثيرة. كذلك في ذلك في التسعينات نوناكا تاكينشي بحث كيفية إنتاج المعرفة واستخدامها ونشرها داخل المنظمات. إذن والهدف أنه العمل وداخل المنظمة أو المؤسسة والمساهمة في نشر المعرفة والابتكار، فهذا جدا مهم. ودليل ذلك كما ذكرت هيك عندما ذكر وقال أن المنظمات تعالج الحاجة إلى التواصل المستمر واكتساب المعرفة المنتشرة بين الموظفين. إذن هو اكتساب هذه المعرفة سواء ظاهرة أو كانت ضمنية في هذا الجانب. اللي بعدها أستاذ، الأجيال، كانت هناك أجيال لإدارة المعرفة، وأنكلم هو بدأ يعني يصنفها ويحدد معالمها في كتاب أنكلم، فذكر أن الجيل الأول هو التركيز بشكل أساسي على تكنولوجيا وإنتاج المعرفة، والنظر لهذه المعرفة كمنتج، وينظر إلى أنها منتج في ذلك الجيل في البدايات اللي هي من 95 تقريبا 1995. فهذا يعني الجيل يستخدم جمع وتنظيم المواد المكتوبة والمنشورة في وقته، فهو الحصول على المعلومات الصحيحة للأشخاص المناسبين داخل المؤسسة بلا شك في الوقت المناسب، وهذا بلا شك مرة أخرى يساعد في نجاح هذه الإدارة. هذا في أنكلم في عام 2003 ذكر هذا يعني التصنيف لهذه الأجيال. والجيل الثاني ذكره أنكلم كذلك في إدراك الفرق بين المعرفة الصريحة أو الظاهرة والمعرفة الضمنية وأهمية إدارتها، بمعنى هي ليست أوراقا ووثائق وغير ذلك التي مثل يقولون الظاهرة والصريحة، لكن هناك المعرفة الأخرى وهي مهمة جدا، والتي هي تمثل ثلاثة أضعاف المعرفة
الصريحة على الكرة الأرضية. إذن هنا يحتاج الأعمال جميعا والمؤسسات، ويكون فيها بلا شك إدارة المعرفة في هذا العمل الكبير والمضني من أجل الوصول للنجاح. هذا الجانب. الجانب الآخر وهو الجيل الثالث، وهنا يتجاوز، كان في الأول بدأوا على أنه منتج، الآن بدأوا ينظرونه إليش إلى البعد أو فيما بعد أن يكون منتجا. فالنظر إلى أهمية يعني النتوركينج، بمعنى وهذا يساعد كثيرا في معالجة أو في الاستفادة من المعرفة الضمنية، هي في رأس فلان ورأس العالم فلان ورأس الخبير فلان، ليس بالضرورة العلماء، الخبرة كذلك تستقى. فلذلك هذا جانب كبير كما ذكر أنكلام، ويأخذ في الاعتبار كذلك قدرة الناس بشكل كبير على العمل في إطار شبكي، هو الانخراط في محادثات مستمرة والتعلم يعني المشترك مع العديد من أصحاب المصلحة في المؤسسة الواحدة سواء في المدينة أو غيرها. والآن هذا الإدارة التي يعني أنتم فيها الأستاذة منى، وأنا لا أعلم البقية فيعذروني، لكن العمل هذا كبير علي يعني كبير جدا وحقيقة يقدر. فنأتي إلى قضية الجيل الرابع. فالجيل الرابع كان في البدايات يعتبرونه ثلاثة أجيال، لكن هناك من أخذ تفصيلا مثل بنكسن وزع قليلا في هذا الجانب على أنه هو رأس مال فكري. هذا كأنه تواصل للمعرفة الضمنية، فهو يقول هنا رأس مال فكري في هذا الجيل الرابع، فالتعامل معه، فإعلان ذلك أوجد للجيل هذا الرابع نقلة نوعية حقيقة، هي نقلة نوعية بالنسبة لوقتها. فهذا جدا مهم، فهي مضافة إلى الفلسفة التحليلية للمعرفة. فكذلك الاسم المعروف كذلك منظمة قائمة على المعرفة، بمعنى أن المؤسسات تكون قائمة على هذه المعرفة، knowledge based organization. الجيل الخامس أدت إدارة المعرفة إلى تكوين مجتمعات معرفية. إذن من هذه الشراكة والشبكية أصبح هناك كما تفضلت يا أستاذ عبد اللطيف الإشارة سابقا على أن هناك تكوين المجتمعات المعرفية وزيادة الوعي في هذا المجال واستكشاف المعرفة الضمنية الخفية. مع هذا الويب عندما دخل على هذا في هذا الفضاء والتواصل الاجتماعي الذي جعل هذه العملية والتغير يحدث. هذا الجيل الخامس. الشريحة اللي بعدها أستاذ عبد اللطيف، عناصر تفعيل إدارة المعرفة. هناك عناصر وهناك تشكيلات كثيرة، وأنا اخترت هذه العناصر، هي الاستراتيجية والعملية والتكنولوجيا والناس والتطوير. فالاستراتيجية إدارة المعرفة هي حقيقة مصدر مهم لاتجاه المؤسسة، لاتجاه هنا بالنسبة للمدينة هي اتجاه للمدينة أو جعلنا نقول المنظمة، وفي الأساس هو مخطط لأهداف المنظمة من حيث تحديد وتخزين ومشاركة المعرفة الحالية والجديدة التي يعني
ترى او يخطط ل مثل ما يقولون يعني اضافتها للمعرفه داخل هذه المؤسسه. الجانب الاخر العمليه. العمليه فهنا العمليه حقيقه نقطه يعني واضحه ومحدده لتحديد المعرفه وتخزينها، فهي هذا الاجراء الذي يحدث والمشاركه، فهي تكون، فهي عذرا مكونا او مكونا حيويا لكل مبادره ناجحه لاداره المعرفه. اذا النظر الى العمليه، لان هذا البروسيس، هذه البروسيس التي هي يعني التكوين الحيوي لضمان نجاح المبادره، مبادره اداره المعرفه في المؤسسه. كذلك التكنولوجيا، والتكنولوجيا الكل يعرف كيف انها غيرت اشياء كثيره، وغيرت يعني حتى الحياه الاجتماعيه، فالحياه المؤسسيه وذكاء الاعمال يقر بهذا. فالتكنولوجيا عنصر حاسم وراء نجاح اي مشروع لاداره المعرفه، وكذلك للانظمه والبرامج الدور، لذلك الانظمه والبرامج لها الدور الكبير والفاعل في الوصول السهل والامن، وهذا امر مهم، والامن للمعلومات من قبل الموظفين المصرحين لهم. فمجال هذه التكنولوجيا يعني امر كبير جدا، لكن هو الان هو الذي الشعار الذي والاداه والاله التي لا يستغنى عنها. الجانب الاخر في عناصر تفعيل المعرفه هم الناس، وهؤلاء الناس هذا يشمل من؟ الاشخاص في اشخاص الاداره العليا، وكذلك اناس او اشخاص الادارات جميعا. وحقيقة تحتاج الإدارة العليا لأي مؤسسة إلى أن تشجع وتحفز على التبادل والاستخدام الإيجابي للمعلومات، وهذا التحفيز للجميع على استخدام النظام بانتظام لمشاركة رؤاهم. فهنا يكون هناك التبادل والمشاركة بين أعضاء المؤسسة. ثم ننتقل إلى التطوير، والعنصر كذلك مهم، وبعد هذا التطوير هو إدارة المعرفة، هي ليست مبادرة لمرة واحدة، ف يعني هي هو نشاط التطوير، نشاط ديناميكي من ثقافة المؤسسة، وهذا يعني الحاجة إلى المراجعة المنتظمة والتعديل والتطوير. دائرة إدارة المعرفة كذلك، هناك في دائرة إدارة المعرفة هناك أشكال ومودلز متعددة، ولكن بالنسبة وكذلك الأستاذ عبد اللطيف وضعت يعني موديل في البداية، أنا أذهب إلى هذا الموديل الذي هو بسيط لكنه عميق، هو يعطي حقيقة الذي كتبه أو رسمه دالكر في 2005، وضع هذه وسماها حياة إدارة المعرفة المتكاملة، فهي انتقال التقاط وإنشاء المعرفة إلى تبادل المعرفة ونشرها بطريقة وبواسطة التقييم، تنتقل من هنا إلى هنا لابد أن تأخذ التقييم، وكذلك تبادل المعرفة ونشرها حتى تكتسب كمعرفة وتطبق في ذلك وفق أطر وسياقات ترسمها بلا شك إدارة المعرفة أو الإدارة المسؤولة عن ذلك. ثم ينتقل هذه المعرفة المكتسبة مرة أخرى إلى جانب التحديث، فهذا جانب جدا مهم كما قاله دالكر في 2005.
أدرى دكتور أحمد، ترى معنا برضو باقي 5 أو 6 دقائق عشان نبغى ناخذ بقية الشرائح بأكثر وقدر ممكن لاستفادة الجميع يعني. على على السريع لا نروح لا للشريحة اللي بعدها يعني. إيه نعم هذه كما ذكرت المعرفة الضمنية والمعرفة الصريحة، فهذه الآن تبين المعرفة الضمنية وصفاتها، كيف أنها تهتم في العقل البشري، ولكن لها صعوبة الوصول إليها، لا بد أن تكون هناك عمليات أخرى، بخلاف المعرفة الصريحة التي هناك الوسائل الإلكترونية والوثيقة، فهي تكون بيد الإنسان، فهي تكون سهلة الوصول إليها. الشريحة اللي بعدها نروح للشريحة لو صفة الايزو هذه 2000 3000 اللي قبلها. نعم نعم تفضل دكتور. طيب تكنولوجيا المعلومات ونشر المعرفة، تكلمنا قبل قليل عن التكنولوجيا ولها دور كبير، في الحقيقة لها دور كبير لتيسير عمل إدارة المعرفة، وكذلك في إيجاد الحلول لهذه، لأنه ما هو هدف أصلاً إدارة المعرفة أصلاً؟ فاستخدامي لهذه التقنيات هي بلا شك تعطيها المساحة لإيجاد التغيير والإيجابية في نشر هذه المعرفة باستخدام الأدوات باختلافها، وإن كانت الآن هناك أدوات كثيرة جدا، لكن لكل مؤسسة اختيار الأدوات التي بلا شك تناسبها. الشريحة التي بعدها هذه شريحة مهمة دكتور لنا والله تقريبا واصلت آيزو، وهذا جدا مهم. طبعا هذا في من يأخذ مثل ما يقولون يكون مع المواصفة ويكون ضد، مثل ما يقولون هذا الإنسان أو الناس أنواع وأشكال، ولكن هو مهم جدا، هذا يحقق أن العمل يكون إيش وفق ستاندرد، فهذه مواصفة ليست يعني الأمر الأجمل أن هناك حقيقة بالنسبة لهذا، أنه هناك منظمات الآن كبيرة من ضمنها أنا ذكرتها هنا لديكم، هي الشبكة العالمية الجديدة لإدارة المعرفة، ولها يعني أعمال كبيرة، ويشترك معها مؤسسات، أي مؤسسة على وجه الأرض لديها قسم أو إدارة في إدارة المعرفة يكون على اشتراك مع هذه المنظمة، بلا شك لديها لوجوز اللي هي المشاركة بلا حدود، التعلم مع الجميع، والتعاون مع الخبراء، هذه المواصفة لها جميلة جميلة. معليش بقاطع عليك الدكتور، جميلة العناصر الثلاثة هذه تخدمنا كثير في البيئة اللي في العمل عندنا يعني، اللي هي قلت العناصر الثلاثة يعني، والله لو تعيدها دكتور والله مهمة مهمة للجميع. هو هذا الكلام مثل ما تفضلت، انه هنا كما ذكرت يعني المنظمة الدولية اللي هي اسمها الشبكة العالمية الجديدة لإدارة المعرفة اللي هي Knowledge Management Global Network اللي اسمها، انا اعطيت الرمز، فهي ترى هو عندها مبادئ المشاركة بلا حدود، وكذلك التعلم من الجميع في داخل المؤسسة، يا سلام، التعاون مع الخبراء، وهذا التعاون سواء داخل المؤسسة أو خارج المؤسسة، لأنها لها هدف، أهداف إدارة يعني المعرفة، وخلينا نقول الإدارات داخل هذه المؤسسات لها أهداف نبيلة جدا ومهمة جدا، وأعمال يعني مثل ما نقول بالعامية احنا نقول توزن بالذهب وأغلى من الذهب حقيقة. ليه؟ لأنها نعرف أن الآن المعلومات الآن أصبحت وأصبحنا المعرفة ما هي؟ مال، هي رأس مال حقيقي إن شاء الله. هذا فمثل هذه المبادئ جدا مهم أنها تتبع في هذه الإدارة اللي بعدها. طيب نبغى نختار هذه الشريحة الأخيرة، ممتاز، عشان لما يجينا بس دقيقة واحدة. صحيح خلاص، هذا أنا هذا الجيل السادس الآن اللي كنا شفنا 5 قبل. لا أيوة، هو هذا الشيء هو فيه
الجيل السادس بنسك عندما عرض هذه هو أضاف الجيل السادس بنسك 2021. جديدة. هو يقول أن هناك نقص في التوصيات المهنية التي تخلص إلى أو تلخص حلول الذكاء الاصطناعي الارتفيشال انتليجنت التي تدعم بشكل أفضل خطوات عملية الإدارة العامة على مستوى التنظيمي والمؤسسي، بمعنى أنه يقول والله هذا الجيل الآن في الاستفادة من الذكاء الاصطناعي هو ليس فقط الاستفادة من الحاسب الآلي كما كان سابقا، في وقته كان يعني وقته هو وقته، لكن الآن أصبح هناك لابد أن تكون هناك صفحة جديدة في استخدام الـ AI في هذه في إدارة المعرفة لتحقيق الهدف مرة أخرى للمؤسسة الكبيرة سواء أو المنظمة. وهنا نقول يا مدينة الملك عبد العزيز طيب الله ثرى للعلوم ويعني والتقنية. فالأمر هنا ولا أطيل عليكم، هذه آخر، وإن كان هناك أشياء كثيرة نريد أن نتحدث عنها لكن نلتزم بالوقت. شاكرا، نشكرك جدا دكتور، شيء مفيد جدا ومعلومات ثرية من عمق التجربة، ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله، والجميع استفاد منها، ونتطلع إن شاء الله لقاءات أخرى معك في هذا المجال، وقد نكون نأخذ أحد الفروع من اللي أنت تكلمت فيها هذه مستقبلا لنتوسع فيه ونعمل فيه يعني فكرة إدارية وفكرة مجتمعية، وخصوصا بالثلاث النقاط اللي انت ذكرتها اللي هو الاستفادة من المجتمع العلمي والاستفادة من الموجودين في المدينة، الخبراء، العلماء، الموظفين الإداريين، الاستفادة من الجميع كاملا. أشكرك دكتور. ممكن الآن نعمل نرجع لحاجة بسيطة اللي هو بنسوي ستوب شيرينج دكتور. أولا نعتذر من الجميع، كان في البداية ما استطعنا في البداية ما كان الجميع حاضرين. بنبدأ بعطيكم مقدمة اللي هي فاتت بعض الأشخاص لأن كان فيه خطأ تقني في البداية. احنا بنتكلم عن إدارة المعرفة وأثرها على الأداء المؤسسي في عنواننا هذا زي ما تكلمنا الدكتور أحمد الخضير، وفي كان عندنا تقديمة ومقدمة شكرنا فيها الدكتورة أماني الشاوي نائب الرئيس لقطاع الاستراتيجية والتمييز المؤسسي على دعمها المتواصل ودعمها بالمكالمات بالرسائل بالإيميل، دعم متكامل لإنشاء هذه الإدارة وتطويرها، مجال مهتم فيه في الدولة الآن. ثانيا برضو نشكر الأستاذة منى المطلق على دعمها لفريق المعرفة وأعماله، المتابعة المستمرة يوميا لوصول إلى أعلى مستويات إن شاء الله في المعرفة والريادة على مستوى المملكة بإذن الله، هذا طموح عالي. وبرضه متحدثكم الأستاذ عبد اللطيف المنيف اللي هو إدارة المعرفة والتمييز المؤسسي. أبقى أنتقل بنقاط بسيطة عن أشياء تكلمنا فيها في البداية اللي هي كانت المحتويات واللي هي دائرة إدارة المعرفة، التقاط المعارف الموجودة في المدينة، هذا هدفنا الأساسي وهذا ما يسعى إليه المسؤولين لدينا، الاستفادة من الباحثين المدينة، استفادة من خبراتهم، استفادة من أعمالهم، استفادة من تجاربهم، استفادة من مواهبهم الإدارية العلمية البحثية التقنية. بإذن الله في هذا العام 2023 سوف يكون مسح كامل لجميع المعرفة في المدينة، إظهارها، توليد المعرفة بشكل كامل بإذن الله سنسعى إليه. وزي ما تقولنا هنا تعريف المعرفة، لن أذكر تعريف المعرفة، الدكتور أحمد أوفى في هذا المجال. باختصار أنواع المعرفة التي نسعى إليها وسوف هي العالمية، هي المعتمدة اللي هو المعرفة الصريحة، المعرفة الضمنية، المعرفة الآلية التنظيمية، المعرفة التجميعية، أربع فروع سوف نسعى إلى التقاطها كاملة من المدينة، من
قلب المدينة، من موظفي المدينة، من الوقود الحقيقي للمعرفة اللي هم أعضاء المدينة، ومبادرات عديدة سوف تظهر من هذه الإدارة بإذن الله لدعم ونشر المعرفة والتقاط المعارف المدفونة بإذن الله. عندكم النقطة الأخيرة اللي تكلمنا عنها، التحديات بعضها نحل الحمد لله، منها توافر الكوادر البشرية، هذه والله نقطة عندنا إن شاء الله سوف نسعى إليها. توافر الاقتصاديات، هذا لن يكون إلا بتعاون إدارة المعرفة مع الباحثين في المدينة، الخبراء في المدينة، الموظفين بكامل تخصصاتهم. أي معرفة مدفونة إن شاء الله سوف نسعى لها وسنصل إليها، وسنضع مجموعات متخصصة في هذا المجال بإذن الله بدعم متكامل من مسؤولي المدينة بإذن الله. وضوح الهياكل التنظيمية زي ما قلنا في البداية أن الدكتور أو معالي رئيس المدينة الحمد لله من يوم أمس طمأنا بأن الاستراتيجية ولله الحمد اللي اشتغلت عليها الجميع واستغلت عليها الدكتورة أماني الحمد لله ظهرت وضحت لنا. استقرار هذا ما نبحث عنه والحمد لله الآن موجود. كاكس ميموري هو ما نسعى إليه، الاستفادة من جميع الكوادر، لن نقول نقتدي بالأمريكان أو لكن في تجارب سابقة أمريكا ميموري، إحنا لما نسعى ولوضع كاكست ميموري إن شاء الله لخدمة الجميع ولنشر المعرفة وتبادلها. الآن نشكركم. ممكن الآن ستوب شيرينج. الدكتور أستاذ منى المطلق مدير عام المعرفة والتميز المؤسسي، ختامها وختامها مسك إن شاء الله معها، ممكن تعطينا بعض المعلومات الأساسية والاحتياجات اللي ممكن تتكلم فيها. الله يعطيك العافية أستاذ عبد اللطيف، حياكم الله جميعا. أحب أشكركم وأشكر الدكتور أحمد على حضورك معنا اليوم، مشاركتك توضيح المقصود من إدارة المعرفة بالأجيال المختلفة وأهميتها في إطار التغيرات السريعة اللي الآن نواكبها في سواء في المدينة أو في العالم، تطور التكنولوجي وكيف أهمية المعرفة بأنها تضيف قيمة للمنظمات، إنه كيف أننا نستخدم هذه المعرفة، كيف نستفيد منها، كيف نعالجها أساس ننتج معارف جديدة نساهم هذه المعارف تطوير العمل وتدعم اتخاذ القرار. طبعا ممكن أنا أختصر كل ما سبق يعني بجهود الحالية للإدارة. إحنا في المدينة كما تعلمون إحنا جهة بحثية، يعني نفتخر بوجود عدد من الخبراء والباحثين عندنا في مجالات عديدة، ودورنا كإدارة للمعرفة وفي ظل يعني تحول المدينة إلى مختبر وطني إن شاء الله سنساهم في نقل هذه المعرفة والخبرات وكيف أن نظهرها. بالإضافة إلى ذلك لدينا كم هائل من المعارف الصريحة، سواء كان من مخرجات أبحاث، من أوراق علمية، من تقارير وخلافه. زي ما ذكر أستاذ عبد اللطيف إنه إن شاء الله نأمل إنه نصل إلى يكون عندنا كاكست ميموري، إن شاء الله بنركز الفترة القادمة على توحيد مصادر الوصول لهذه البيانات والمعلومات وتحديثها بشكل مستمر. وحتى زي ما ذكر الدكتور لما قال الجيل السادس والـ AI، يعني نطمح أن نصل هالمرحلة أنه نستفيد من هذه البيانات ونوظفها في دعم اتخاذ القرار بإذن الله. طيب السؤال هو ليش نحتاج المعرفة أو وش دور الإدارة بالمعرفة؟ المعرفة زي ما ذكرنا تحسن عملية اتخاذ القرار بشكل أسرع وأفضل لما تكون عندي البيانات واضحة كيف أنا أستغل هذه البيانات، كيف هذه البيانات تدعم قراري، أيضاً كيف نساهم في نشر الوعي بين الموظفين، خلق بيئة للتعاون والابتكار والتشجيع والإبداع. لما تكون عندي هذه المعارف الضمنية تظهر للجميع وتتشارك مع الجميع، أنا كيف بالأكيد أنها راح تشجع الابتكار والإبداع بإذن الله. من هنا ندرك أهمية المعرفة ودورها أيضاً الملموس في تحسين الأداء المؤسسي. دائماً يقول يعني يتساءل بعض إن إيش دور المعرفة وليش ربطها بالتميز المؤسسي. للمعلومية دائر من ضمن معايير التميز المؤسسي سواء في النموذج الأوروبي اللي هو الـ EFQM أو جائزة الملك عبد العزيز للجودة، جميعها أحد المعايير المهمة في هذه الجوائز أو هذه المواصفات. وزي ما ذكر الدكتور المواصفة الآيزو للمعرفة، جميعها تركز على المعرفة يعني لأهميتها ودورها في تحقيق التميز المؤسسي، فهي تساهم في عملية التعلم، تحسن العمليات،
من خلال رفع مستوى الكفاءة والفعالية، وزي ما ذكرنا الإبداع والابتكار، من حيث تبادل المعرفة وتقاسمها مع جميع الأطراف داخل المدينة بإذن الله. الله يعطيكم العافية، وشكرا لكم، شكرا لحضوركم واستماعكم.